اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، البطاطا الحلوه من فصيله الدرنيات اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها من الارض الطيبه مصر. متفقين، بصل، ثوم، بطاطا، بطاطس، القرع العسلي، الكرنب، كل ده درنيات، البصل الاخضر، الحاجات دي كلها قيمتها الغذائيه لا تعد ولا تحصى. يعني موضوع البحث عن القيمة الغذائية للبطاطا سهل دلوقتي، كبسة زر على التليفون، فايدة البطاطا لمريض السكر، مريض الضغط، حاجات كتير قوي. الاهتمام الإعلامي الملحوظ الأيام دي باهتمامنا للبطاطا وإن احنا نوظفها ونستهلكها مع الخبز والعيش حاجة جميلة جدا. ترشيدا لاستخدامنا للدقيق، حاجة حلوة، احنا عندنا دقيق يكفي السنين كلها، مصر بخير ليوم الدين إن شاء الله. ولكن إن احنا نجدد من الرغيف العيش حاجة حلوة. اخواننا في الهند استخدامهم للبطاطا من زمان في بعض الحلويات المشهوره وبعض المخبوزات بتاعتهم، فانا خلونا النهارده معانا البطاطا الحلوه، واحنا البطاطا بتاعتنا مميزه، معانا منها البطاطا السليمه ومنها دقيق البطاطا، ده موجود في اي سوبر ماركت. عايز اعمل النهارده رغيف العيش، نعمله ازاي؟ ممكن تعمليه في البيت تغيير، وممكن تستخدميه مع طبق الفول، تستخدميه مع طبق اومليت، تعملي سندوتشات لاولادك، تعملي كب كيك بالبطاطا الحلوه، صينيه بطاطا حلوه بالكريمه. البطاطا الحلوه استخداماتها كتير قوي واحنا المصريين شطار فيها. انا عملتها زلابيا بالبطاطا الحلوه، دخلتها مع الدقيق والخميره وبقت احلى زلابيا. معانا النهارده الاستاذ احمد عوض بيقول لي انت هتضحك علينا بالبطاطا ولا ايه؟ لا يا عمي، معانا النهارده صدر ديك رومي جامد جدا. هنعمله ايه النهارده؟ هنعمله رولز بالخضار والزبده، حاجه جميله حلوه. يعني هنجيب الصدر الديك الرومي ده كده، ناخده منه الشرايح ونبدا ان احنا نحشيه تشكيله من الخضار مع زبده مع روزماري، ونلف رولز كده ونشوحه في النار، حاجه سكه البوبيت من المطبخ الغربي. بما ان النهارده الثلاث طبعا المطبخ الغربي معانا النهارده. ومعانا كمان المفاجاه كمان، بما ان البطاطا قيمتها الغذائيه عاليه جدا وعندنا طلبه الثانويه العامه بيمتحنوا، فاهداء مني وانا معاكم سند في المطبخ، هنعمل ايس كريم البطاطا الحلو. حلو، عملنا ايس كريم البطيخ، عملنا ايس كريم القرع العسلي، هي نفس المدرسه، هنعمل كمان ايس كريم النهارده من البطاطا الحلوه، سهل جدا، شويه جيلي لا لون ولا رائحه اللي هو الموجود في اي محل بتاع مأكولات، ومعانا او عطار، ومعانا البطاطا الحلوه، هنشوف نستخدمها ازاي. مش عايز اطول حضراتكم، في تفاصيل كتيره في الحلقه، وفي كمان معلومه غير معلومه، واستخدامنا للبطاطا الحلوه كثيرا وقيمتها الغذائيه عاليه جدا، ونشوف ازاي نعمل ايس كريم البطاطا الحلوه. مقاديره على الشاشه، بطاطا مسلوقه بالقشره بتاعتنا، وبعد ما اتسلقت بالقشره قشرناها بعد ما بردت وهرسناها، موجوده معانا، ومعانا كريم شانتيه، ومعانا جيلي، ومعانا عصرة ليمون. حلو الكلام؟ تعالوا نعمله مع بعض سريعا كده. والمقادير على الشاشة، والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. حلوة أوي. أخبارنا الإيه؟ الدنيا هو ده، وأنا واقف كده العب أهو أهو. يلا من وقت للتاني هنشتغل مع بعض كده أهو. كريم شانتيه، البطاطا الحلوة مسلوقة ومهروسة، الجيلي، عصرة الليمون يا عم الشيف معانا اهي، ومعانا كسرولة ازاز زي دي كده حلوة، وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. يلا، حقوق الطبع لدينا وبس، ايس كريم مش في جليم، ايس كريم على القناة الاولى بالبطاطا الحلوة. ادي البطاطا الحلوة اهي، بتجيبيها تسلقيها، بعد ما تسلقيها تشيل القشرة، موجودة معانا زي الفل. ابص على العيش، قال لك عيش اهو اهو، ايه الحلاوه دي اهو. ننزل بالجيلي او الجيلاتين في اي سوبر ماركت موجود اهو، حلو قوي. وننزل بالكريم شانتيه بتاعنا، دي لازم تخش الفريزر، خلي بالك يكون عندك ثلاجه كده وفريزر حلو في الفريزر من فوق اهو، وتقلبي دول كلهم مع بعضيهم مع عصره الليمون الطيبه. طب ليه ليمون يا عم الشيف؟ ما سألناش ليه. هو ده، شفت الرذاذ اللي نازل ده كده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ الصوره الحلوه، تفاصيل عندنا اهو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد دول كده مع بعض ونقلبهم ويخشوا الفريزر تاني، عمليه تجميد بقى، يطلع بقى متجمد ده كده، تاكل ايس كريم بالبطاطا، لا تقولي لي مانجا ولا تقولي لي قرع عسلي ولا تقولي لي فراوله. هو ده اهو اهو،
حاضر يا فندم. اهو اهو اهي 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 اهو حاضر اهو اهو حاضر. شفت البطاطا ظهرت ازاي؟ اهي ايوه ده الكريم شانتيه. الجيلاتين هيديك الماده المطاطه اللي ما بتاعه الايس كريم اهو. شفت؟ نقلب كده كويس ونتاكد ان كله بقى مزيج واحد والبطاطا ظهرت اهو، وندخله الفريزر. للامانه ده لازم يخش الفريزر، تجميد، درجه تجميد عاليه، خلي بالك اهو. وتطلع من الفريزر بعد كده بواسطه معلقه الايس كريم تغرفي لي الولاد، تحط عليه شوكولاته، تحط عليه مكسرات حسب ما انت حابه. مطبخنا على شاشه القناه الاولى زي ما حضراتكم شايفين، تفاصيل كتيره. قدرنا ان احنا نعمل عيش البطاطا لحضراتكم بطريقه بسيطه وسهله. عملنا صدر الديك الرومي بالشكل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده، للتقديم رز بسمتي. ما تنسيش الايس كريم بالبطاطا الحلوه، جربيه هيعجبك، ولو عجبك خشي على صفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي وقولي لنا كلمتين حلوين ارفعي من روحنا المعنوية. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ التفاصيل من ماس بيرو.